رياضة الجولف أحد أكثر رياضات النخبة شعبية حول العالم، فكانت جمهورية إيطاليا الوجهة المختارة لإقامة بطولة كأس عمان للجولف، والتي جاءت بتنظيم من قبل الاتحاد العماني للجولف ومؤسسات أخرى في سلطنة عمان. في الشمال من جمهورية إيطاليا بالتحديد على ملعب ريبالو أقيمت آخر جولات بطولة كأس عمان للجولف، حيث شهدت مشاركة ما يقارب من 800 لاعب، تأهل منهم 14 لاعبا لخوض الجولة النهائية في سلطنة عمان المقرر إقامتها بنادي الموج للجولف في مارس المقبل. مبادرة يعني جدا مهمة، وأتمنى لها الاستمرارية، وأقدم شكر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على هذه المبادرة المهمة الحقيقة في بناء جسور الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية إيطاليا. وحظيت مبادرة كأس عمان للجولف على استقبال وحفاوة كبيرة في جميع أنحاء إيطاليا، كون سلطنة عمان مقصدا متفردا يتيح للسياح رياضات المغامرات والجوانب الترفيهية والاطلاع على التاريخ والإرث الحضاري وغيرها من الجوانب. أنا سعيد أن أكون هنا في البطولة النهائية للشق الإيطالي من مبادرة بطولة كأس عمان للجولف. سعيد جدا أن هذا النهائي للشق الإيطالي من سلسلة 7 جولات، والنهائي سيكون في مسقط في مارس 2023. وستقيم اللجنة المشرفة على بطولة كأس عمان للجولف برنامجا ثقافيا وسياحيا شاملا للفائزين والمدعوين لحضور الجولة النهائية في سلطنة عمان، مقرونا ببرنامج اقتصادي يمتد 4 أيام ويتضمن إقامة جلسات مع رجال أعمال مستهدفين وجولة استثمارية تعريفية في سلطنة عمان. هدفنا كان إقامة بطولة ناجحة ومذهلة للاعبي الجولف في إيطاليا، وأتوقع أننا نجحنا في ذلك، حيث أن المشاركة من حيث عدد اللاعبين وصل تقريبا 800 مشارك في البطولة، وبإطلاع ما يقارب 7000 عضو في أرقى الأندية على نشاط هذه البطولة. وتعد بطولة كأس عمان للجولف هي أول بطولة عمانية على الإطلاق تقام جولاتها الأولية خارج سلطنة عمان، والتي بلغت 7 جولات متتالية، ويؤمل منها أن تكون سفيراً محفزاً لترويج مقومات سلطنة عمان سياحية لدى الجمهور الإيطالي، والترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد، والتطلع إلى إقامة فعاليات مشابهة في مختلف الرياضات في سلطنة عمان.